حبايبي انا والربع جايين الحين نتغدي ونتعشي في مطعم قصر السلطان التركي. والله يا جماعه هاي من الاماكن اللي وايد احبها، تجي هني تتلذذ بالاكل. موقعهم شارع البركات مره بجانب محطه شل، ما يغيب الطابق الارضي. وحبيب اخذ لك واحدة حمص بالجبن مع فرن السلطان عصوب. الله الله جامد لا عمرك. اوي يا سلام يا جماعة، لا يفوتكم هاي الحمص بالجبن من اقوى الاشياء في قصر السلطان التركي. شي محط لهني. وعندك هني سلطة اللوز من المقبلات القوية، مقبلات هني فرن السلطان. عندك مشكل السيفود، مشكل المشاوي، والخبز التركي. وحبيبي حبيبي يا جماعة، هذا الحمص بالجبن شيء لا صار ولا استوى. يا حبيبي يا حبيبي، بيب لذيذ. يعني بعد معكم فرن السلطان يا جماعة، بعد هالشي لازم تسيطر على الجبن. لازم تسيطر على الجبن. شل زل خذ نص ستة بسم الرحمن بسم الله. السلام السلام. عندك بعد سلطة اللوز على الرمان والدلع. جاي فوق فوق. اللوز عامل جو. فانتاستيكو فانتاستيك. على السمك دايما اطلب لي ليمون على الجنب، بس تعطيك اياها وقول له تعال. يا حبيبي السمك يذوب يذوب معهم في حلك. يا إني يا إني اصبر علي بس. شوفوا يا جماعة، هاي الضغط بس أعطي شوية. ايش اقول وايش اخلي جماعة، ايش اقول وايش اخلي. يا حبيبي يا حبيبي، بس دور بعيد دور بعيد عنه وخلي جابر شغله. عاد هو يضبط لك الوضع باللمسات الخاصة. ولا يفوتكم هني الصوص اللي فيه، ترى يعطيه أبوه. حرس بس حرس شوي يبرد يبرد. هات بس هات هات. معاد الدياي بالملح، لا يفوتك. انا اقول لك لا يفوتك. على الصوص. الله الله. المهم حبايبي، الحين عاد استلموا عرض متابعين العريمي، وجبة لأربع أشخاص فيها الخبز، مشكل المشاوي، عندك هنا المقبلات،
مع البقلاوة الباردة، هذا سويت تو نازل جديد، وتقدر تختار يا مشكل السي فود أو فرن السلطان، كل هذا بقيمة 15 ريال فقط. السلام. إيبه إيبه يا حبيبي، فلا يفوتكم هذا العرض. لعيون متابعين العريمي زوروهم في قصر السلطان التركي، وعليكم إن شاء الله بلف عافية حبيبي. اللهم لك الحمد. المهم حبايبي، ما شاء الله المكان وايد مرتب، فيه الجلسات بالإضافة إلى الغرف الخاصة اللي تاخذ فيها راحتك، وعاد لما بتوصل للختام تبى تحلي الجماعة يايبيلك أشهى السويتات التركية. اختار ونجي. أقول لك الحين البقلاوة الباردة طايح عليه الشغل، فضبطني يا حبيبي مع الشاي التركي. بحط لكم الحين حسابي في الانستغرام وفي كل التفاصيل، وعليكم إن شاء الله بألف عافية.